طبعا احنا شهدنا موجه شديده الحراره بدايه من هذا الاسبوع واستمرت حتى اليوم. طبعا سجلت اليوم درجه الحراره العظمى على القاهره 39 درجه، اما جنوب البلاد بعض المناطق زي انا واسوان والاقصر سجلت ما بين 42 و43 درجه، ايضا الواحات البحريه والداخله والخارجه سجلت 43 درجه مئويه، ده طبعا كان ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. لكن بدايه من غدا ان شاء الله، بدايه من هذه الليله، هتبدا تشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، وخاصه مع نشاط الرياح اللي هنشعر بيه اعتبارا من مساء اليوم وبعد ساعات المغرب، هنبدا نشعر بتحسن في الاحوال الجويه واختلاف تماما في حاله الطقس مع نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحراره، هنبدا نكون ملموس هذه الليله. ايضا غدا الجمعه تنخفض درجه الحراره العظمى وتوصل ل 32 درجه بعد 39، يعني انخفاض حوالي 7 درجات مئويه. اما بالنسبه لجنوب البلاد هتوصل ما بين 40 و41 درجه، يعني انخفاض حوالي من درجتين الى 3 درجات مقارنه باليوم. ما زالت الكتله بتاثر على جنوب البلاد، لكن على مدار الاسبوع القادم هنشهد انخفاضات متتاليه في درجات الحراره، يعتبر اسبوع ربيعي هنستمتع بالاجواء المعتدله على مدار الاسبوع ان شاء الله، وخاصه مع نشاط الرياح اللي هيلطف الاحساس بدرجات الحراره وفرص الامطار اللي هتكون موجوده على مناطق من السواحل الشماليه للبلاد، لكنها كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما ان شاء الله.